السلام عليكم. اسمي الإقليمي عبد المجيد، مواطن مغربي كان كسائر المغاربة اللي كيتساروا في العالم. جيت من بعد وانا نشري واحد البقعة في نواحية مراكش سيدي بوعثمان. هذيك البقعة ملي شريتها حفظتها، وإذا من بعد تفاجأ واحد السيد اللي هو برلماني هنا في الدار البيضاء وعنده نفوذ، هو من حزب الأصالة والمعاصرة، جا هو يدير لي التعرض على أساس أنه عنده واحد الوثيقة تيقول تيدعي بها بأن الوثيقة هي باش كيملك هاد البقع كاملهم. وهاد الوثيقة مطعون بها بالزور اللي هاهي تنوريها لكم. هاد الوثيقة راها مزورة، وشكون اللي تيأكد لينا هاد الوثيقة بأنها مزورة؟ وهو السيد قاضي التوثيق ديال بن قرير، تيقول بانه لا وجود لهاد الكناش اللي يمشي لا فيه هذا الكناش ما كاينش. ثانيا مشينا للمحافظه، المحافظ كيعطينا تيقول لنا بانه راه كاين هير فوتوكوبي، راه ما كاينش الاصليه. وثاني عاوتاني زدنا انه جبنا واحد المفوض قضائي اللي هو جدار المعاينه تيلقى فيه لان راه غير صوره شمسيه لا اقل ولا. ملي تقدمت انا بشكايه للسيد الوكيل العام بمراكش هذا الموضوع ديالي مسجله، وملي تقدمت ليه بهذه الشكايه انه فعلا طولوا وتنطالب انا السيد الوكيل العام باش يحيلها يطبق عليها القانون. وانا كنتظر في هذه الساعه انه تحال كيف تحالوا جميع، لان هذا السيد هذا تيدعي بالنفوذ ديالو وتيقول بانه هو راه ما يمكنش سير جري طوالك وسير دير اللي عجبك، راه ما غادي توصل فين. انا كنطلب من السيد الوكيل العام لجلاله الملك انه باش يعطيها واحد الاهميه ويعطيها واحد النظره. كان عندك شي تواصل معاه؟ فعلا كاين تواصل، تيصيفط لي الناس السمساره ومخلطين، وكل واحد كل مره تيجيب لي واحد الهضره، وكاين اللي تيهددني كل مره. اش كيقول لي؟ تيقول لي تهديدات. تهديدات تيقول لك سير جري دير اللي عجبك، راه هو راه قوي وراه عنده نفوذ في الدار البيضاء، وانه راه ما يمكنلكش تقد عليه، انت انسان بسيط عادي راه ما يمكنش تقد عليه. شفتي هذيك البقعة ما كنتيش ما عندكش العلم بانه هو عنده شي وثيقة ولا شاري ولا ما سمعتيش الهضره مع؟ لا لا، انا شريت هذا الشيء في 2005، وهو هو هذا المدخل تما لسيدي بوعثمان حتى 2007. ملي دخل في 2007 مشى تيجري بهذه الوثيقة، وتيفين ماشي واحد حفظ ولا دار شي حاجة كيدير له التعرض. وإطر انا ملي دار عنده المشكل مع وحدين اخرين، عنده تقريبا مع القبيله كلها. لا يعقل انه هذه الوثيقه اللي تدعي هو بها تقول بانه راه تيملك بها هذا الملك، ما يمكنش انا شاده من واد مربيع حتى لواد تنسيفت، راه اكبر قبيله عندنا اللي كاينه في نواحي مراكش هي الرحامله. ما يمكنش هذا السيد يقول بانه هذه الوثيقه كتملك الرحامله كامله، راه ما عمر في التاريخ دار شي واحد اللي كيملك قبيله كامله، ما كاينش. وانا انا انا الان تنطلب من السيد الوكيل العام انه باش يعطيه واحد النظره، لان ما كاين حتى شي واحد فوق القانون، كلنا الحمد لله سواسيه وامام القانون. اخرجوا عندك اخي السي متزكي بصفتك كمحارب مافيا العقار، اش غادي تقول لنا في هذا الملف؟ هذا الملف هذا جا شفت الناس، يعني هذا في إطار ما تعاني المملكة من السلطة على ممتلكات الغير. لكن هذا الغريب في الملف أن هذا الشخص بصفته برلماني، وأن برلماني خصو هو اللي كيكون محامي على حقوق الشعب، فإذا به هو اللي ها هو متهم، وهذه الشكاية هي موجودة. السيد ما بقاش يعيشه هو ولا الأسرة ديالو، ولهذا فنحن نطالب بالتطبيق السليم للقانون. يعني هذا الملف هذا ماذا بيا السي عبد النبوي يحيلوا على الرباط، مادام كملف اخر اللي كان فيه يعني طال هذا، وجابوه من اكادير للرباط، تو نفس برلماني، تا هذا البرلماني خصو يتحال على محكمه الاستئناف بالرباط ويشوفوا يعني وتعميق البحث مع هذا الشخص هذا، لان المغرب خصو يتخلص من هذه الافراد. اي واحد اي مسؤول تيطاول على ممتلكات المواطنين فهو لا يمثل الشعب، هذه هي الدناءة. لكن لا تبت كما تبت اخرين اللي هما نصبوا على عباد الله وداو اليوم ديالهم واستغلالهم في غادي باقي البلاد. ولهذا فنحن نساند ونطالب بالتطبيق السليم للقانون، ورساله ملكيه واضحه في الموضوع. غادي نرجع عندك السي متزكي، نرجع عندك الاخ. فاش خديتي هذيك البقعه
من بوكش الناس ما قالوش كان كاين واحد اللوبي هنايا. لا ما كاين ما عمر هذوك الناس، بالعكس الناس ديال سيدي بوعثمان عندهم اراضي ديالهم كلها مراقبه مترو بمترو، ما كاينش شي واحد اللي يدي لك اللي باع ليا بقيحي وانه وارث على باه وجدو وكان كيتصرف فيها ودابا لحد الان انا كنتصرف فيها. كيفاش دابا تشاريها وانت باقي دابا تتصرف فيها ورفع شي بعدا شي شكايه على نعم هي الشكايه اللي قلت لكم في الاول اللي قلت لكم هي رفعتها للنيابه العامه في مراكش وفعلا حالتها على الضابطه القضائيه ديال بنقرير فعلا نظروا فيها هما اللي لقاو هذه الاخطاء وهادشي كلشي اللي كاين هاد علامات الزور كلهم هما اللي جبدوه. بالنسبه لشي البقعه شاريها بعد الوارد الشرعي نعم باش يتعرض هذا البرلماني اش من وثيقه اللي عنده غيتعرض بها؟ كيتعرض بهذه الوثيقه اللي هي مزور. الممتلكات جريمه تعتمد على وثائق وثيقة مزورة كيدخلوا بها وكياخذوا بها وثيقة إدارية رسمية وتيتحداو بها المواطنين، هذا هو السطو على الممتلك، يعتمد على مساطر إدارية وقضائية، كيزور لك واحد الوثيقة عرفية أو نوتاريال وكيدخل لك وكيطلب طرد محتل تيولي هو كيدعي المالك الشرعي، ولهذا خصنا نشرحوا للناس كما السؤال ديالك واضح لكن خصنا نشرحوا الطرق، فهناك اساليب ديال السطو. هذا السيد هذا شرى الملكيه ديالو حفظها، جا واحد جايب وثيقه ويحصر برلماني وتيقول تيتعرض ليه بها وكيتعرض كاع القبيله كلها، ولهذا فهذا هو الاشكال. الشكايه راه وضعت الوكيل العام بعد قاضي التحقيق كنطالبوا بالتطبيق السريع من القانون. سي متزكي بصيف شكل محارب مافيا العقار دازوا عندك ملفات بحال هكا في وثائق مزوره؟ ف عشرات الملفات راه روموندي راه فيهم ليش برلمانيين؟ عندنا مسؤولين تورطوا معلوم كاين موثقين كاين الصفات هما محامون كاين مسؤولين اللي استفادوا كاين كل الاختلاء الغير مشروع يجيو يلقاو شنو كاين يدوزوا القانون ويشوف كيفاش يدخلوا البرلمان وكيفاش يخرجوا كيخرجوا التسلط على ممتلكات الغير. استاذ رجعوا عندك سي متزكي شكرا. استاذ باش طالبوا اليوم؟ انا كنطالب تطبيق القانون. برافو هادشي اللي كنطالب انا بغيت حقي يرجع ليا انا مادام انه شريت من عند الناس وها هو وثيقه عدليه باش شريت وهاد الناس اللي باعوا لي باقي حيين وكيتصرفوا من زمان وجيت انا خالف لهم لا عقل لا وقل. كلمه اخيره فاحنا في الطريق هاد يعني باش يكون برلماني يعني بالصفه ديال البرلمان ممثل الامه يكون تا هو ممثل حنا هنايا فين خاصنا الصحافه ومجتمع مدني وكل شيء ينوض يشوف هذا الملف ويساند التطبيق السليم. الا كان الشيء صحيح راه يخلص، الا ما كان صحيح راه خص الردع باش نتخلصوا من هذه الافات، وخصوصا ان هناك رساله ملكيه لا صوت فوق يعلى فوق القانون. كاينش. شكرا سي متزكي. استاذ ككلمه اخيره من بعد ما تعرض لك هذا البرلماني واش تحس بالحقره؟ تماما نعم حسيت بالحكرة وحسيت بأنه أنه الدليل ديالي. مش أنا ما بقاش تتصرف؟ نعم أنا اللي كنتصرف فيها وبشهادة الجيران وكل شيء معايا، يعني هو ما عمرو حط رجليه كاع في هذيك المنطقة كاملة. أنا كنتحداه أنه يجي يدخل ويجي يقول لك ها منين كتبدا البلاد ديالك ها منين كتبدا، ما عندوش ما عندوش. وفقط عنده هذه الورقه كيمشي لمحافظته يحط لك تعرض يمكن لك كما وصلنا على البيت يضيع لك الوقت، يعني مستغرب بقيت هذه.